إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة يو تي في، صباحكم سعيد ومرحبا بكم في هذا النقل الصباحي المباشر من نواحي بن سليمان. أجواء جميلة وصافية، ضباب خفيف فقط يعم المكان صبيحة السبت، لكن الأجواء جميلة ورائعة ومثيرة جدا في صبيحة اليوم السبت، نهاية أسبوع موفق للجميع إن شاء الله. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شو تي في، صباحكم سعيد ومرحبا بكم في هذا النقل الصباحي المباشر من نواحي بن سليمان. أجواء جميلة و رائعة صبيحة اليوم السبت. دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة يو تي في، أجواء صباحية جميلة ورائعة هنا نواحي بن سليمان صبيحة اليوم السبت، جو رائع وجميل جدا. دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة يو تي في، الصورة أمامكم أجواء رائعة وجميلة جدا صبيحة اليوم السبت، صورة أمامكم إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب، قناة شو تي في، قليلا إلا نودعكم الصورة أمامكم، أجواء صباحية جميلة جدا، قلب البادية نواحي بن سليمان صبيحة اليوم السبت، نهاية أسبوع موفق للجميع إن شاء الله. إلى اللقاء، نهاركم مبروك، نلتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله مشاهدينا الكرام.